الفنان محمد العمروسي، عايزين نعرف ليه حرصه ان هو يجي النهارده. اولا اهلا بالساده المشاهدين، وانا جاي علشان تشجيعا للصناعه، ومهم جدا وجودنا جنب بعض في اي فيلم، علشان ده شيء يشرفنا. يعني حضرت الحفل الافتتاح صح كده؟ اه بالظبط. وشايف المهرجان تابعته السنه اللي فاتت او السنه اللي قبلها ولا لا؟ اه تابعته السنه اللي فاتت واللي قبلها. انا حريص جدا على ان انا ابقى موجود، لان يعني دي صناعة بلدنا، فاحنا لازم نكون دايما جنبها، وبحب دايما اتفرج على كل لغات العالم، وفعلا مفيد جدا ان احنا بنشوف الناس من خلال ثقافتهم، من خلال افلامهم في المهرجان الكبير زي مهرجان القاهرة السينمائي. تكريم كريم عبد العزيز، حسيت ان انت اخيرا جيلنا بنلاقي اللي يمثلنا، وهو احنا بنتصعد وهو احنا بنتكرم دلوقتي، فبالتالي ده قدامك كان يبقى ايقونه او قدوه او هدف ان انت توصل له بعد كده. كريم طبعا من اهم الممثلين في مصر، وحاجه تشرف جدا، يعني احنا بنتشرف دايما بيه لان هو فنان حقيقي وبيقدم لنا محتوى وبيجتهد فيه وبيعمل حاجات كويسة جدا لينا، فده حقه، وأنا فرحان جدا بتكريمه طبعا. يعني حاسس ان انت ان شاء الله ان شاء الله ممكن يجي يوم من الأيام تحس ان انت انا مستعد للتكريم دلوقتي؟ ان شاء الله، يعني ده بعد اجتهاد، يعني بعد اجتهادنا في الشغل. يعني